بايوسكان، مركز الأشعة والتصوير الطبي. اهلا وسهلا فيكم من جديد. كل خميس راح يكون معنا الدكتور خالد عبيدات، جراح فم واسنان، في فقره خاصه في الاسئله والاجوبه عن صحه الاسنان بشكل عام، اسمها اسال خالد. اهلا وسهلا دكتور. اهلا وسهلا فيك، صباح الورد. ان شاء الله نهايه اسبوع سعيده جميعا باذن رب العالمين. أهلا. اهلا دكتور، شكرا على هالفقره، لانه دائما الناس كثير صحه الفم والاسنان دائما في اسئله كثيره، والواحد احيانا بخاف او بتكاسل يروح عند طبيب الاسنان. بس قبل ما نبدا اسئلتنا بحب انوه انه راح تظهر ارقام البرنامج على الشاشه، اذا عندكم أي أسئلة لدكتور خالد عبيدات أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان، تواصلوا معنا ودكتور خالد عبيدات بيجاوب على أسئلتكم. طيب دكتور، خلينا نبدأ. نحن اليوم السلسلة الأولى من كل خميس رح تكون موجود معنا. كل خميس زي ما تفضلت بدك تتطرق لفرع من فروع صحة الأسنان، فحابب أنت اليوم تخبرنا بهذا الوقت، يعني بال2017 لما بزور طبيب الأسنان، نتيجة لتطور طب الأسنان بكل المجالات، أكيد زيارتي ما راح تكون زي لما كانت زيارتنا بالثمانينات أو بالتسعينات. هذا كلام صحيح. كيف لازم يكون شكل الزيارة؟ هلأ إحنا بنحكي كبداية، المريض بالأخر نحكي بال2017 زي ما سألنا، أو 2018 لو وطننا 17 2018؟ اوريدي. عم نحكي انه المريض لما يفوت على دكتور الاسنان ويطلع من عند الطبيب لازم يكون عارف ايش حالته، ايش خطه العلاج تبعته الصحيحه. يعني خطه العلاج لما نحكي عنها بنحكي يعني ايش الستبس اللي لازم يمر فيها حتى تصير جميع اسنانه سليمه، بحيث انه يعرف شو عالج وشو ما في شيء عن الاسنان اللي ما لها حل للعلاج. تمام. التطور انه احنا صرنا زي الطب البشري من فتره، من زمان مش من جديد، لكن الثقافه بطب الاسنان شوي اقل. عندنا جميع التخصصات، يعني بنبلش من جراحة الوجه والفكين، علاج عصب، علاج لثة، أسنان أطفال، كل تخصص منفرد بذاته، بحيث إحنا نعطي الخدمة للمريض ونعطيه الجودة العالية والكفالة للسن نفسه، بحيث إذا حافظ عليه نظيف إنه هذا السن ما يرجع يصير فيه أي مشاكل مرة أخرى. تمام. أوكي. حلو. طب لما نحكي خطة علاجية دكتور، إيش يعني؟ يعني شو المتوقع من المريض إنه يعرف عن حالته وإنه كيف رح يعالجها؟ هلأ المتوقع المريض يعرف عن حالته كخطة علاج لازم يكون عارف جميع التفاصيل. يعني إحنا بنحكي من إحنا كسلسلة برنامج اسمه اسأل خالد، اللي هي رح تبلش اليوم أول حلقة رح نبلش فيها كأنه المريض دخل على العيادة لأول مرة. نعم. زي كيف لما نستقبل المريض من باب العيادة، وبعدين رح نبلش نحكي بفقرات الأيام الجاي بإذن رب العالمين عن كل تفصيل لوحده. حلو. يعني فات عند المريض كبداية، بنفتح له ملف بينسأل عن الميديكال هيستوري تبعه، في عنده أمراض ما في أمراض، بياخد أدوية مثلا أسبرين، مميعات للدم، ليش عنده ضغط، عنده سكر، مشان نكون عارفين الحالة الصحية الرئيسية للمريض. حلو. عشان ما نكون إحنا قاتلين للمريض. حلو. إحنا الهدف أنك تقدم طب أسنان سليم. نعم. ومعه المحافظة على حياة البني آدم نفسه. نعم. طب دكتور اسمح لنا، نحن بجوز من المتوقع متوقع أنه نقاطع حضرتك بعض الأوقات اليوم خلال الفقرة لأنه في اتصالات. أوكي. فبنحاول أنه نأخذ الاتصال على السريع عشان ما نتأخر على المتصل. هيفاء من عمان، صباح الخير، يسعد صباحك. أهلا يا هيفاء، صباح الخير، تفضلي. أهلا فيكم، صباح الخير، هابي نيو يير. هابي نيو يير، أهلا وسهلا. بالله بدي أسأل دكتور، أنا عندي مشكلة بالأسنان لأنه عندي مشكلة بالجلوتين، وبحس إنه بس مرات لما ألخبط بالجلوتين بحس إنه النيرة بتشد علي وبتصير بتوجع يعني، فهل إلها مشكلة بإيش؟ النيرة بالجلوتين، حساسية القمح. أوكي. دكتور خليني أعيد وشوفي هيفا إذا أنا سمعت مظبوط، بتقول عندها مشكلة بالجلوتين، يعني ما بتصعب، عندها حساسية من الجلوتين. تمام. فلما تخفف الجلوتين بتشد اللثة وبتعمل لها ألم. لا، لما أكل جلوتين. لما تأكل الجلوتين بتصير فيه بحسها أنها بتضايقني النيرة عندي. نعم. وعندي أنا شوي ريسيدينج بالقم، يعني بتنزل القم شوي عن مستوى الأسنان. أوكي. هلا احنا خلينا نحكي بالنسبه للجلوتين، يعني هي الشيء اللي بتشعر فيه لما تاكل، زيها زي اي جزء من الجسم، الفم بصير في حساسيه، الحساسيه عاده بصير عندك سويلينج. فالسويلينج لما يصير فبتحس هي اللثه شدت من السويلينج، مش انه اللثه صغرت، هي بالعكس هي تمددت اكثر، فصار أيوة. في بريشر تحتيها. فبصير عندي انا، فبتحس هي موضوع الشد. هلا اوريدي هي عم تحكي كمان انه في عندها دم بنزل من اللثه وفي انحسار، هذا دليل انه في التهاب لثه اصلا،
فهي يعني الاشخاص اللي زيك لازم ضل يزور كل طبيب الاسنان كل 6 شهور مشان يضيق يضل يشيك على اللثه، ما في كلس، ما في تكلسات، ما في تصبغات، ما يضل عندي التهاب لثه، عشان لما يصير عنده حساسيه للجلوتين يخف عنده هذا الموضوع. نعم اوكي يا هيفا، ان شاء الله تكوني نعم. سمعتي الجواب. اذا دكتور خالد بنصحك تتوجهي عند طبيب الاسنان كل 6 شهور تفحص اللثه عشان ما يكون في التهاب نعم. باللثه. حلو. طب كنا عم نكمل دكتور بالخطه العلاجيه. بالضبط، احنا بنحكي لما يفوت عنا المريض بينفحص بينسأل اللي ايش التشيف كومبلين اللي هو ايش سبب مجيئه للعياده. اذا كان في عنده الم الهدف الرئيسي بيكون انه نريحه من الالم بهذا اليوم. اذا ما كان في عنده الم وجاي مجرد تشيك اب كبدايه بنعمل صوره بانوراما، بنفحصه فحص سريري، بعدين نطلب منه بنعمل اشعه بانوراما. الاشعه البانوراما هي الاشعه اللي بتصور الفك كامل من اليمين لليسار وبتعطيني شو في عندي صوره العظم، صوره الاسنان، وين في تسوسات بالاسنان اكثر من الصور الصغيره. تمام. لما نيجي نعمل خطة علاج المريض، الخطة العلاج عادة بتبلش زي لما بدي أبني بيت، لازم تكون الشبكة أو الدعامة الرئيسية اللي موجودة تكون سليمة. نعم. اللي هي بنحكي عنها اللثة والعظم. إذا كانت عندي اللثة سليمة والعظم سليم، إحنا بنحكي بنبلش عادة بأورال هايجين إنستركشنز. نعم. بنعلمه كيف فرش أسنانه. في تليفون ولا كمل؟ ناخذ الاتصال. طيب بوز. كيف دكتور والله شاطر. شفت ناخذ عليا من الصلت. أوكي. هلو. هلو. ايوه صباح الخير يا عليا، اهلا وسهلا. صباح الورد. الله يخليكي، ما شاء الله منورين اليوم. يسعدك عيونك. الله يخليكي حبيبي، تسلمي. تفضلي. بدي اسال دكتور عن بنتي، الي بنت عملت تقويم اسنان. ايوه. وبعد فتره شلنا، كانت معطيتها الدكتوره الريتينر، حطت ما حطته للريتينر، فرجع التقويم زي اول اسنان. رحنا على الدكتوره مشان نرجع نعمل تقويم ثاني مره، حكت ما بصير. ففي امكانيه نعيد تقويمها ثاني مره؟ تمام. في سؤال بدك تسالها يا دكتور؟ تفضل. حسب الدكتور، بناء بنى على صوره اشعه ولا بدون؟ كيف يعني؟ يعني انعمل صوره اشعه بانوراما وشاف العظم سليم بعد التقويم ولا لا؟ لا 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 لا، احنا بس خلصت التقويم، شلنا الحديد وركبنا الريتينر. بنتي ما حطته، يعني أوكي. الغلط منا صار مش من الدكتوره. اوكي. بس بنتي هلا بدنا نعمل تقويم ثاني مره، بتحكي الدكتوره ما بصير، في امكانيه نعمل تقويم ثاني مره؟ في امكانيه هلا كحالات أوكي. تقويم. بعينا من التلفزيون. يلا ماشي. هلا كحالات تقويم يعني المريض بيتعب سنه، بينعطى ريتينر يا اما مثبت دائم او مثبت بيكون شفاف فقط لمده سنه او 6 شهور. اذا ما التزم المريض بالريتينر الاسنان بترجع تتحرك، ترجع لمكانها الاصلي بسبب انه الكثافه العظميه بين الاسنان اوريدي خفت بسبب حركه الاسنان لمكانها الصحيح. لحد ما يرجع بدي الريتينر المثبت لفتره ليرجع العظم عندي نفسه يكلس مره اخرى بحيث الاسنان ما ترجع لوضعها الاصلي. اوكي. هل في شيء بيمنع انه المريض يعمل تقويم؟ في حالات يعني خلينا نحكي 40% من حالات التقويم تعاد فقط لعدم التزام المريض بالريتينر. تخيل قد عليه تكلفه زياده وتعب زياده. ما بيلتزم سنه كامله بس بيتخسر يلزم 6 شهور. اوكي، فممكن اعاده التقويم بس اذا بتحب مثلا تعطيها نصيحه اذا اعاده التقويم انه لازم نعمل تصوير اشعه. لازم. بينشاف مستوى العظمي على الاسنان لانه احيانا مع التقويم بخف العظم فبتصير الاسنان اللوزنج تبعها ممكن نخسرها مع التقويم اذا حاولنا نحركها من محلها. بالضبط، بتصير تتحرك اكثر. نعم. فاذا كان صوره البانوراما سليمه ما فيها مشاكل ما عندي مشكله على التقويم. حلو. طب معنا اتصال كمان اخر، ست غدير من عمان، يسعد صباحك. اهلا وسهلا. يسعد صباحكم. اهلا وسهلا. تفضلي. يعطيك العافيه دكتور، معلش بدي استفسر انا عن هلا بحكوا عن الفينيرز والابتسامه واليود وهاي الشغلات كلها يا طب. فهلا يعني هي بعد عمر يعني 10 سنين انا تقريبا سمعت انه بيسبب تلف للسن الطبيعي، فهذا صحيح يعني؟ ممكن تعيدي السؤال؟ هلا البنيرز والتركيبات هاي التلبيس كله يعني القشور الخزفيه اجمالا. تمام. هلا بعد عمر يعني بتسبب تلف للسن الطبيعي؟ حلو، واضح انه الفينيرز والقشور الخزفيه بتعمل تلف. هلا الاصل في القشور الخزفيه خلينا نحكي انه الاسنان ما تنحف، فقط تتخشن تخشين. اوكي. ما تنحف، اذا انحفت الاسنان اذا اكيد في تلف من البدايه مش من الاخر يعني. عرفت علي؟ فاللي بده يركب هوليوود سمايل لازم الاسنان يفضل انها ما تنحف. اذا بتحتاج حف بنروح للتقويم الاساس، بروح بعمل تقويم في البدايه، برجع الاسنان لمكانها الطبيعي. يعني الناس عندنا مفكر اللومينيرز او الهوليوود سمايل هو حل لحالات ازدحام الاسنان مثلا. فبروح عند دكتور بحف الاسنان وبركب له هوليوود سمايل، لا الصح، بروح بعمل تقويم. نعم. برجع الاسنان لمكانها الطبيعي، ممكن ارجعها البوينت 3 اللي بدي اياها لسماكه العدسه.
بحيث اني ما اضطر احث من السن ولا شيء. يعني الاجراء لازم يكون علاجي اول بعدين تجميلي، فما بزبط انه تبلش في اجراء تجميلي وهو في مشاكل. فهذا الشيء اللي بنحكي فيه عن خطه العلاج، يعني هون احد الاشياء اللي كان لازم نشرحها كنا راح نحكي عنها بموضوع خطه العلاج. نعم، وهذا بيفرق الطبيب عن طبيب بجوز دكتور صح. بالزبط. كل طبيب بيكون عنده خطته او رايه. هلا مش موضوع راي شخصي، بموضوع ازدحام الاسنان، يعني موضوع اللومينيرز او الهولسمان هو شيء تجميلي. احنا بننصح الناس انت اعمل الشيء الوظيفي كبدايه. يعني في ناس بيجيك مثلا اسنانه مكسره الخلفيه، بيحكي لك دعم الهولود سمايل. طب الاسنان الخلفيه هي الوظيفه الاساسيه نعم للاسنان اللي هي مضغ الطعام مش موجوده عندك. اوكي، فليش تنط انت اصلا على التجميل كبدايه؟ لا، اعمل الاساس. أيوة. بعدين التجميل دائما اخر خطوه في خطه العلاج. أوكي. مش اول خطوه في خطه العلاج. اوكي، فلما يكون دكتور يعني جوابك كان للاخت انه اذا كان حفوا الاسنان بهدف بالزبط. التجميل بالزبط. فهون معناته ممكن يتلف السن بالضبط بهاي الحاله انه بضلش مينا يعني بالضبط. اها، هذا الشيء الرئيسي. اوكي طيب. طيب معنا سيد احمد من المفرق. اهلا وسهلا استاذ احمد، صباح الخير، تفضل. صباح الورد. يا اهلا. اهلا وسهلا. معلش دكتور بدي اسالك بس، انا كان في عندي مشكله بالاسنان الخلفيه اليمين والشمال. رحت عند الدكتور حكى لي انه في عندك نمور باللثه. ايه ممكن تعلي صوتك شوي؟ تفضل. حكى لي الدكتور انه عندك نمور باللثه. نمور باللثه، طيب تمام. من اليمين والشمال الأسنان الخلفية للضرر. تمام. حكاية لازم إنه تعمل أنت أول شيء عملية للثة، لأنه ممكن يعمل الضمور هذا جميع الأسنان كلها. ما بعرف شو المشكلة وشو لازم. طب لازم من شو بتشكي أول؟ ما سمعنا سؤالك بالبداية. ضمور يعني باللثة من اليمين والشمال. ضمور باللثة يمين وشمال. بس هلأ السؤال، هل الأسنان الخلفية مقلوعة من زمان ولا جديد؟ لا لا مش مخلوعة نهائيا. الآن لما بشرب شيء ساخن مثلا بحس بوجع كبير. كم عمرك؟ بشرب شيء بارد كمان نفس العمر. نعم. كم عمرك؟ 30 العمر كله إن شاء الله. هلا اللي فهمت منه أنا بحكي عن ضمور لثة، يعني عم بحكي عن التهاب لثوي مزمن. اتعدى المراحل كلها، بلش معه التهاب لثوي عادي بنزول الدم، بعدين صار عنجمع عندي كلس أكثر، نزلنا صارت عند المناطق الدعامة السن الأصلية اللي هي العظم نفسه وصلوا الالتهاب. فصار يذوب عند العظم، فصار عندي إيش بسموه التهاب لثوي مزمن. هذا بصير في عندي بكتيريا زي العث بتضل تأكل العظم، فلازم تتنظف جذور الأسنان منيح وترجع تتعقم مشان ما ينتشر ما يتوسع أكثر. أوكي. أو نخسر عظم أكثر. يعني هون مثلاً أنتي بايتك ما بكفي. لا. يعني وين بتنصحه يتوجه؟ عند شو التخصص؟ عند هون لازم يروح عند أخصائي لثة. أخصائي لثة. مشان يعمل له يقيم الوضع تماماً. ننظف نشيل المسبب الرئيسي للموضوع. يعني متى ما نشال المسبب الرئيسي لالتهاب اللثوي المزمن بترجع الامور لوضعها الطبيعي. طيب دكتور بتقول له انه ينظف، يعني كيف عمليه التنظيف؟ يعني زي العادي ولا هذا بيكون؟ لا التنظيف السكيلينج العادي اللي بصير عند طبيب. أيوة. الاسنان، لكن بيكون ديبر ننزل لعند جذور الاسنان. اوكي. احيانا في حالات من الطب بيكون الكلس عندي نزل لتحت لمنطقه الجذر. ايوه ما بطل. أوكي. بطل على منطقه المينا او الشكل الإشي الخارجي. صارت الاكل نزل عنده، بحكي لك مر بجميع المراحل، بلشنا بنزول الدم. عم تحكي الجذر بنص السن ولا الجذر نفسه؟ يعني كله. عندي انا السن له جذر، الكلس بينزل على الجذر، يعني بينزل تحت اللثه على منطقه العظم. بس كيف بده يوصلوا له بالتنظيف؟ بنفتح احيانا جراحه من المنطقة. ممكن يضطر لجراحه. معناته لازم يتوجه لاخصائي لانه ممكن يكسر اسنانه بعمر بكير. اوكي نعم. شكرا. نعم طيب نحن دكتور بنشكرك جزيل الشكر لفقرتك اليوم، وبنحكي لكل اللي عم يتابعونا انه دكتور خالد رح يكون معنا كل خميس في هاي الفقره الخاصه بصحه الاسنان. رح يكون في سؤال على صفحتنا، صفحه دنيا يا دنيا على الفيسبوك، بخصوص يعني ما يتعلق بهاي الفقره. اذا عندكم اي اسئله حابين تتفاعلوا في اي مواضيع معينه نرجوكم يعني التفاعل على هذا السؤال او على هذا البوست تحديدا، ودكتور خالد ان شاء الله يوم الخميس الجاي بحاول انه يجاوب على اسئلتكم بشكل تفصيلي أكثر. شكراً. بايوسكان مركز الأشعة والتصوير الطبي.